عرفتش غير لما لقيت الحاسه دي في الشارع، وانا بشرب بتلم لي هدومي بتقول لي اطلع في الشارع احنا براء. عشان في ناس، في ناس قالوا ان انت استنجدت، ده واضح ان جوزك بقى هو اللي استنجد. جوزك هو ممكن. اللي ايوه، استنجد. لاني يعني ايه اللي عرف يعني الناس والحكومه اني في الكنيسه؟ ممكن. يعني جوزك هو اللي استنجد يا عبير؟ هو كان بيدور عليا. هو انت مش متجوزة؟ لا يا استاذ محمود، ده هي مجرد ان هو واحد انا كنت عارفه يعني، وكان بيساعدني في مواضيع. يعني واحد كان ناوي يتجوزك وما اتجوزتيهوش؟ لسه مش في اجراءات بنمشيها، مش نمشي يعني تبع القانون. انت حاليا متجوزة ولا مش متجوزة؟ حاليا من كل عاملين من عامله الاشهار فقط، لسه انا متجوزه انسان ما فيش، ولسه في مقيمة عليه جلسة إن أنا يعني نتطلب يعني، يختلف فلسه لسه محكمتش، فإزاي إن أنا لسه مخلصتش من واحدة راح أتجوز التاني؟ يعني انت في خلاق لسه بينك وبينك وبين الجوز المسيحي، في لسه ما طلقتوش. أيوة بالظبط كده، انت ما طلقتيش من الزوج المسيحي، لسه رافعين قضية لسه محكمتش. القضية لسه ما حكمتش، وبالتالي أيوة مش ممكن تتجوزي من واحد تاني. أيوة بالظبط كده. مش احنا امال نمشي مين تبع اللي كان القضاء بيقول ده انا جوزها وحبيبها وعايز اخد وعايز مراتي وبتاع؟ مشهور جواز. عارف ان احنا كنا متفقين ان بعد ما نخلص المواضيع دي مشهور. كلها هنتجوز، ده كان مشروع فطبيعي جوازة، يعني. مشروع جوازة يا عبير. حضرتك هسأل ايوه سؤال، بالظبط كده. يعني انا يعني هل انت اختلفتي مع اللي انت ناوية ترتبطي بيه المسلم؟ لا، ما فيش اي اختلاف نهائي. ما فيش اي خلاف. لا، طب انت رأيك ايه في اللي حصل ده يا عبير؟ صدقني يا استاذ محمود انا مش عارفه، وبعدين الحاجات اللي حصلت دي مش بارادتي ومش بايدي، وانا لو اعرف الحاجه زي كده هتحصل كنت بقدر ما اقدر استطاع يعني ان انا ما اخليهاش تحصل، حتى لو انا هدفع الثمن. يعني بس انت انا مش موافق على الكلام اللي حصل ده كله طبعا؟ لا مش موافقه يعني. ذنبهم مين؟ الناس اللي ماتت، ولا الناس اللي سجنت، ولا الناس اللي صابت؟ طب ذنبهم هسألك مين؟ سؤال، سؤال اخير يا عبير، هل في اي حد في الكنيسه وانت قاعده اذاكي او قال لك لازم ترجعي في الدين ولازم تبقى مسيحيه مره تانية؟ هو ما حدش اذاني، بس يعني غير انت دينك ولك 25 سنه على دينك دوت، ازاي انت هتسيبيه من يوم وليله يعني وكده بيناقشوكي، يعني؟ بيناقشوكي بيتكلموا معاكي، انما ما حدش ضغط عليك انك ترجعي عن دينك ابدا. لا، طيب ده كلام. وانا شايفه مين الغلطان في الموضوع؟ شايفه مين الغلطان يا عبير في الموضوع ده؟ شايفه مين اللي غلطان؟ ده الدكتور بيسالك. مش عارف، مش عارف. مش طب عارف شكرا، ما شكرا مش يا عارف عبير، يا شكرا يا عبير، شكرا جزيلا.